الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مجلسنا هذا هو المجلس 16، وهو المجلس الأخير الذي نعقده في تدبر هذه السورة التي هي سورة فاطر. ونحن اليوم في خواتيمها، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. والختام في الآيتين الأخيرتين من هذه السورة، الآية 44 و45. يقول المولى سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهاتان الآيتان متشابهتان، أي كل آية منهما تتشابه مع آيات أخر في سور أخر، وإلا فهما مقطعان كل منهما مقطع مستقل. وهذا الكتاب العزيز كتاب متشابه، والتشابه الذي في القرآن ينقسم إلى قسمين: هنالك تشابه لفظي وهذا الذي أردته هنا، وهنالك تشابه معنوي، بمعنى أن هذه الآية ليست من المحكمات ولكنها من المتشابهات التي يتبعها الذين في قلوبهم زيغ، لأنها تحتمل معانيا، أو من الألفاظ التي لا يعلم معناها إلا الخالق سبحانه وتعالى. وأما التشابه اللفظي فهو أن تكون الآية كالآية الأخرى وبينهما فرق في زيادة أو نقص أو اختلاف. فهذه الآية أولم يسيروا في الأرض جاء مثلها في القرآن في 3 مواضع، وجاء أفلم يسيروا بالفاء في 4 مواضع، وكذلك ما بعدها وكانوا أشد منهم قوة، هنالك في آية أخرى كانوا هم أشد منهم قوة، في آية أخرى كانوا أشد منهم قوة من غير واو، وفي الآية التي بعدها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا في آية النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، وهنا ما ترك على ظهرها من دابة وهنالك ما ترك عليها من دابة. ولكن هذا التشابه ليس لمجرد التنويع فقط في الخطاب، ولكن لأن المقام يقتضي هذا اللفظ، ولا يكون قد بلغ هذا الكلام الذروة في الفصاحة والبلاغة إلا إذا كان بذلك الحرف أو بتلك الكلمة. ويرحم الله أشياخا لنا وأقرانا أيضا من الزملاء كانوا يتواصون بحفظ المتشابه، لا سيما لمن كان يحفظ القرآن، فإن الذي لا يضبط المتشابه يقع في بعض الأخطاء. فمثلا قوله تعالى: عليهم نار مؤصدة
في أي سورة؟ في أي سورة عليهم نار موسى؟ في أي سورة يا عبد الله؟ ما تعرف؟ في عمد ممددة؟ لا، لا، تلك إنها عليهم مؤصدة. في عليهم نار مؤصدة هذه في سورة البلد آخرها، وفي آخر سورة الهمزة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، إنها يعني في. فكانوا يعني يعلموننا المتشابه أو نخترع بعض الرموز أو حتى نضبط المتشابه. فمثلا أفلم يسيروا، هنا طبعا أولم يسيروا، أفلم يسيروا جاءت في القرآن في أربعة مواضع، في سورة غافر، وفي سورة الحج، وفي سورة يوسف، طيب، وفي سورة محمد. ففي واحد من الظرفاء ولعلهم من المصريين الله أعلم، لكن وصلنا هذا الضابط، هي في أي سورة الآن؟ سورة غافر والحج ومحمد ويوسف، خلاص. فقال نضع لها هذا الضابط، غفر للحج محمد يوسف، غفر هذه غافر، والحج الحج، ومحمد محمد، ويوسف يوسف. نعم، وهكذا. هذه أفلم يسيروا. طيب الباقي أولم يسيروا، وهو في الأصل إذا كان هنالك يعني ألفاظ متشابهات نحفظ القليل وما عداه هو الكثير. هنا لا، يعني الأكثر هو أفلم، وهنالك ثلاثة أولم يسيروا بالواو في هذا الموضع وفي سورة الروم وأيضا في سورة غافر. غافر فيها أولم وفيها أفلم، أفلم في آخرها. فأنا وضعت لها أيضا ضابط نشارككم في هذا الأمر. هي في سورة غافر وفاطر والروم. غافر أولها غين، وفاطر أولها فاء، والروم أولها راء. إذن غفر. هذه الثلاثة المواضع هذا ضابطها. والذي يتلمس هذه الأشياء لضبط هذه المواضع هو يأخذ بأدنى شيء ليذكره بعد ذلك في قراءته. حتى كنا قبل أن نتعلم الإعراب في أول سورة الكهف، ويبشر المؤمنين، ويبشر بالنصب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. ما هو يبشر؟ وفي سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر من رفع. طبعا الذي يعلم الإعراب لا يخطئ في هذا، هذا منصوب لأن فيما عامل نصب، وذلك مرفوع لأنه ليس هنالك ما ينصبه، لكن أعطونا هذا الضابط ونحن صغار. يعني قالوا ويبشر، هذه في سورة الكهف أولها الحمد مفتوحة، يعني أولها فتح فنفتح الراء، وهذيك أولها سبحان بالضم السين فنضم الراء في ويبشر. خلاص مشينا على هذا حتى عرفنا الإعراب بعد ذلك. فهنا جاء هذا الأسلوب بهذا الاستفهام، وهذا الاستفهام فيه إنكار وتوبيخ لهم. هؤلاء الذين جعلهم الله تعالى خلائف في الأرض، وكان من شأنهم أن يحققوا هذه الخلافة في الأرض، وكان من شأنهم أيضا أنهم ينظرون إلى سنة الأولين التي ذكرها قبل ذلك، وذلك حينما يسيرون في الأرض وحينما ينظرون إلى عاقبة الذين كانوا من قبلهم، وقد كانوا يسافرون. والعقوبات التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى للأمم السابقة كلها من حولنا، فإن أهل الأحقاف ليسوا بعيدين منا، وهم قوم عاد،
وأصحاب الحجر أيضا هنا، وكذلك قوم لوط فإنهم كانوا في الأردن. والله تعالى يقول: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني أنتم رايحين جايين ليلا ونهارا، وترون يعني عاقبة هؤلاء وآثارهم وأخبارهم أيضا، وهنالك من ينبئكم عنهم وأنبأناكم عنهم، ولكن لا اعتبار. فهنا قال لهم: أولم يسيروا في الأرض، أي أقعدوا ولم يسيروا في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. فإن الأمم السابقة كانوا أطول أعمارا، وكانوا أشد أيضا قوة، وكانوا أشد آثارا في أكثر آثارا في الأرض. أخبر سبحانه وتعالى عن قوم عاد بأنه جعلهم على خلقة عظيمة، وقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا أي قطعوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وقال الله تعالى عن عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني ولقد مكناهم فيما إن هنا بمعنى ما التي فهمناها وعرفنا معناها في قوله تعالى: إن أمسكهما من أحد من بعده. إن أمسكهما أي ما أمسكهما، ولكنه قال هنا إن، قال فيما يعني في الذي، إن أي ما، فيما ما مكناكم فيه. لكن وهنا النكتة، لم يقل فيما ما مكناكم حتى لا تتوالى هذه الميمات فيحصل بعد ذلك تنافر في الحروف، فعدل إلى إن حتى يخف الكلام على اللسان. فمكنهم الله تعالى تمكينا عظيما هؤلاء في خلقتهم وفي قوتهم وفي صناعتهم، والله تعالى أعلم ماذا كان عندهم أيضا من صناعات، ونحن نعلم أيضا القوة التي أوتيها سليمان عليه السلام، لم يؤتها أحد من العالمين مثلا، ولا يؤتاها أيضا إلى يوم يبعثون. فهنا الله تعالى حث هؤلاء وحث عباده جميعا على السير في الأرض. في القرآن أحيانا قل سيروا في الأرض هكذا بالأمر، هنا بالحث سيروا في الأرض فانظروا، وفي آية في سورة الأنعام قل سيروا في الأرض ثم انظروا، وأيضا متشابه، لابد أن يكون هنالك فرق بين هذا وبين هذا. ومما قاله العلماء في الفرق بين هذا وبين هذا أن السير في الأرض له غرضان في الأصل. الغرض الأول هو النظر والاعتبار، والآخر هو الضرب في الأرض للتجارة. فحينما قال قل سيروا في الأرض فانظروا، كان هذا لتحقيق هذا الغرض الذي هو النظر والاعتبار. وأما في قوله قل سيروا في الأرض ثم انظروا، فالمعنى قل سيروا في الأرض لحاجاتكم ثم انظروا، فالذي يدخل في ذلك دخولا أوليا هو التجارة والضرب في الأرض لتحصيل المنافع، ثم قال لهم ثم انظروا بعد ذلك. وقد أنزل الله تعالى لعباده كتابا وخلق لهم أيضا كتابا، وأمر الجميع بأن ينظروا في هذا وفي هذا، بأن ينظروا في آيات الله الكونية التي خلقها، وأن ينظروا في آيات الله القرآنية التي أنزلها، وأمرنا بالتدبر هنا وبالاعتبار هنا. فهذا كتاب وهذا كتاب، ولهذا يقول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء
من شيء، من شيء، أي شيء، ولو نملة، ولو مكث الإنسان يتدبر في البعوضة التي هي من أحقر المخلوقات عند العباد، وقرأ ما قاله الناس في هذه في هذا المخلوق الضعيف لذهل ولتعجب ولدهش من قدرة المولى سبحانه وتعالى. ففي كل خلق الله عبرة، كل شيء فيه عبرة للمعتبرين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فوا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. والإنسان الذي يتأمل يعني لا يجد في الكون إلا ما يدهشه وما يلفت نظره، ويستطيع الإنسان أن يزداد إيمانا في كل لحظة. ولهذا ذكرنا من قبل أن مسألة التعجب يختلف الناس فيها، هذه ملكة، ملكة الدهشة والاندهاش. هي بعض الناس مثل الحجر لا يعجبه العجب ولا الصيام في شعبان ولا رجب، لا يعجبه شيء ولا يندهش ولا يؤثر فيه شيء. والناس يتفاوتون حتى في إيمانهم في هذه المسألة. وكم من الملحدين ما قادهم إلى الخالق إلا مسألة الدهشة، حتى قال أحدهم الدهشة أم الفلسفة، أي أم الحكمة التي قادت كثيرا من الناس إلى الإيمان. وأكثر الفلاسفة مؤمنون بأن هنالك خالقا للكون. بعضهم لا يؤمن بالأنبياء مثلا، لكن يؤمن بأن للكون خالق، هو الذي خلق هذا الكون. فهنا يقول المولى سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. طيب، ما داموا كذلك وكانوا أشد منهم قوة وأهلكهم الله، ألا يهلككم الله وأنتم أقل منهم قوة وأنتم أضعف منهم ناس أيضا أجسادا وملكات وقدرات؟ والله لا يعجزه شيء، لم يعجزه أولئك ولا تعجزونه أنتم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. ثم قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس، وهذه كأنها مستقلة ولكنها أيضا متممة من وجه للآية التي قبلها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن لأنه حليم غفور كما أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه قبل آيات، يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وفي الآية الأخرى: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكل أمة أجل. وهو سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة عباده. وهذه الآية تبين أن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس إلا بما كسبوا، وأيضا لا يؤاخذهم بكل ما كسبوا، ولو آخذهم بكل ما كسبوا لما بقي أحد على وجه الأرض. ولهذا قال الله تعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير ويؤاخذ، يعني هذه تحتمل الآن أنه يعفو عن كثير ويؤاخذ بالأكثر، أو أنه يؤاخذ بالقليل، أو أنه يؤاخذ بكثير، يعني كثير يوازيه كثير ويوازيه أكثر ويوازيه أيضا قليل. والذي نأمله من الخالق سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إلا بالقليل، أو أن لا يؤاخذنا بالمرة، لكن أقصد في تفسيرها، أقصد في تفسير هذه الآية أن تكون المؤاخذة في القليل. قال: ويعفو عن كثير، فيؤاخذ بالقليل لا يؤاخذ بالكثير أو بالأكثر.
والآية أيضا متشابهة كما ذكرنا مع الآية التي جاءت في سورة النحل، وهي تشبهها شبها قويا، إذ قال هنالك سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، وهنا قال بما كسب، وقال هنالك ما ترك عليها من دابة، وهنا قال ما ترك على ظهرها من دابة. فانظر كيف قال العلماء في هذا، وكيف اهتدت العقول إلى بعض اللطائف في هذا الأمر. قال هنالك: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، لأنه سبق في السياق ذكرا للظلم، لا سيما أولئك الذين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فيدسه في التراب، وذلك من الظلم. ولهذا قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قتل الظلما وعدوانا. وقد كان هذا موجودا عند بعض القبائل، لا يصح يعني بسند قوي أنه كان شائعا جدا وكان منتشرا حتى عند كفار مكة، أو القصة التي تروى عن عمر وأنه دفن ابنته، كل هذا لم يرد بإسناد صحيح، لكنه كان موجودا عند بعض القبائل، ولم يكن يعني بتلك الكثرة التي يظنها الناس، لكنه جرم عظيم وظلم عظيم. فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، وأيضا كان قد ذكر الشرك، والشرك ظلم عظيم، فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. أما هنا فإنه جعلها عامة وقال بما كسبوا، لأنه لم يكن هنالك يعني ذكر للظلم. ثم قال: ما ترك على ظهرها من دابة، وهناك قال ما ترك عليها بالمرة. أولا، الأرض هل ذكرت في الآية؟ ما ذكرت في الآية، لكنها ذكرت في الآية التي قبلها، والضمير أحيانا يعود إلى شيء بعيد، وأحيانا إلى شيء معهود في الذهن، وأحيانا إلى شيء مذكور وهو قريب. فمثلا قوله تعالى: كل من عليها فان، الأرض لم تذكر في الآية التي قبلها، ولا التي قبل التي قبلها، ولا ذكرت في أوائل، والأرض وضعها الأنام هنالك. ولكن الناس يفهمون أن كل من عليها أي على الأرض، فهناك قال عليها أي على الأرض، وهنا قال على ظهرها أي على ظهر الأرض. لكن لماذا قال هنا على ظهرها، ولماذا قال هناك عليها؟ وحينما نقول لماذا ولماذا ثم نجيب، لا يجوز لنا أن نجزم بأن الله قال كذا لكذا، هذا لا يجوز، يفعله بعض الناس، ولكن نحن نستنبط، نقول يمكن أن يكون قال كذا لكذا، أو هذا ما نفهمه. أما أن تحكم على الله بأنه قال هنا كذا من أجل كذا، وقال هنالك كذا من أجل كذا، فهذا لا يجوز. فقال بعضهم على ظهرها، جاء بالضاء هنا بظهرها، وهنالك لم يقل على ظهرها، لأنه قال بظلمهم، فجاءت الكلمة التي فيها ضاء، وحرف الضاء عزيز في لغة العرب، ولذلك الصحيح أنها لغة الضاء مو لغة الضاد، لأن الضاد قد يوجد في بعض اللغات، لكن الضاء لا يوجد أبدا إلا في اللغة العربية، فهو حرف عزيز، ولهذا لم يتكرر كثيرا في القرآن، فلو تكرر مثلا في آية واحدة يكون هنالك ثقل في الكلام. فلو قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها، يكون هنالك شيء من الثقل في الكلام، ومراعاة تجنب ذلك لا شك أنه من الفصاحة والبيان، هذا قول. وقال بعضهم: لا، بل الأصل أن يقول عليها، فقال عليها هنالك، لكن هنا قال على ظهرها لماذا؟ وهذا أعمق، لأنه ذكر السير، والسير يكون على ظهور الدواب، فأشار إلى ذلك كأنه يشير إلى
هذه الظهور، لا سيما أيضا أنه ذكر الأنعام في هذه السورة، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، والله أعلم. وقد يكون هذا لهذا ولهذا. فقال هنا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولأصابتهم مصيبة عامة وإن كان الذنب لذنب لأناس من الخاصة. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأحيانا يهلك الله تعالى الطالحين مع الصالحين أو الصالحين مع الطالحين، ثم بعد ذلك كل يبعث على حسب نيته وعلى حسب قصده ودينه. وجاء في الآثار عن ابن مسعود أن الجعل أو الجعلان لا يموت في جحره بسبب ظلم ابن آدم، لأن الله تعالى قد ينزل عذابا فيهلك بني آدم وغير بني آدم. ولهذا قال: ما ترك عليها أو على ظهرها من دابة، من دابة، كل ما يسمى دابة. والدابة في الأصل تطلق على كل ما يدب على الأرض، ومنهم البشر، وأدخلوا أيضا الجن في هذا، وكذلك الحيوانات والدواب الصغيرة والكبيرة كلها داخلة في هذا. ثم قال سبحانه: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذا الختام يحتمل التهديد والوعيد، ويحتمل أيضا أنه يضع لنا أملا في رحمة الله تعالى، فإن الله يعني رحيم أيضا بعباده، رؤوف رحيم. هذه هي خاتمة هذه السورة التي بدأها الله تعالى بالحمد، وذكرنا أيضا بالنعم، وحذرنا من الدنيا وغرورها والشيطان وخداعه، وبين لنا سبحانه وتعالى قدرته وعظمته وجلاله، وأنه يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، وأن العزة له، وأن له نعما كثيرة على عباده في البر والبحر، وأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الذين يشركون بالله شيئا ويدعون من دون الله غيره لا ينفعهم شركهم ولا ينفعهم شركاؤهم ولا معبودوهم، وأنهم لا يملكون من قطمير، وأنهم إن دعوهم لا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم. ثم نادانا سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ثم ضرب لنا الأمثال سبحانه وتعالى بأنه لا تستوي الأشياء المختلفات، فلا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وسل مولانا سبحانه وتعالى نبيه إذ قال له: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى عن كثير من نعمه، وأنه أنزل من السماء ماء، وأن الناس مختلفون، وأن خلقه مختلف، وكل ذلك يدل على أنه سبحانه وتعالى عزيز حكيم، وأنه هو الخالق المدبر. وهذا الاختلاف، هنالك مدرستان مثلا في أوروبا، مدرسة قالت: الاختلاف دليل على أنه ليس هنالك خالق للكون. وقال بعضهم: الائتلاف، وأن الشيء يمشي على سنن واحد، هذا الدليل على أنه ليس هنالك خالق. مدرستان في مكان واحد، كأنهم يريدون الإلحاد وفقط، بس يريدون أن يلحدوا. فقالوا مثلا: المجرات ماشية، ما في أي خلاف، الشمس لم تتأخر يوما واحدا، وكذلك الأفلاك والأقمار والنجوم وكل شيء كما هو. فقالوا: نأخذ من هذا على أن المسألة هكذا طبيعة إذن. وقال بعضهم: لا، الاختلاف الذي نراه في الكون، هذا أعرج وهذا أعمى، وربما نجد توأمين ملتصقين، ونجد أحيانا يعني إنسان له 6 أصابع، وأحيانا، هذا دليل على أن لو كانت هنالك قدرة إلهية فعلا لما كان هذا الاختلاف. ولكنهم لم يفطنوا إلى تفصيل هذه الأشياء وإلى الحكم الإلهية في هذا. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى عن عاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين، وأخبر أن المؤمنين يدخلون جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وأن الكافرين مأواهم جهنم. ثم
أخبر عباده بعد ذلك أنه جعلهم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن قدرته وأنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وحدثنا أو أخبرنا عن بعض زعامات الكافرين وإقساماتهم وجحودهم وعنادهم، ثم ختمت السورة بما سمعنا وما ختمت به، ونحن نفزع إلى المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الأبرار الذين أخبر أنهم من المصطفين الأخيار الذين يدخلون جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وأن يحسن ختامنا وأن يتقبل منا أعمالنا في هذا الشهر الكريم وفي كل الأحوال وفي كل حين، وأن يجعل هذه الأيام خير أيامنا، وأن يجعل ما بعدها خيرا منها، وأن يبارك في حياتنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا، وأن يجعل للقرآن بركة على قلوبنا وعلى أنفسنا وعلى أولادنا وفي كل عمل نعمله، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين له في كل شيء، إنه سميع الدعاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.